بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور، فيك العطايا والأجور يا مرحبا. لعل العبد الذي لا يعرف قدره ونزل به الشهر الكريم ثم انسلخ ولم يغفر له يندم حين لا ينفع الندم، ويطلب الاستدراك في وقت العدم. أتترك من تحب وأنت جار، وتطلبهم وقد بعد المزار، وتبكي بعد نائهم اشتياقا، وتسأل في المنازل أين صاروا، تركت سؤالهم وهم حضور، وترجو أن تخبرك الديار، فنفسك لم ولا تلم المطايا، ومت كمدا فليس لك اعتذار. وكم من أناس عباد الله كانوا يعني معنا وقد فقدناهم مع دخول هذه الأيام الطيبة المباركة. سألت الدار تخبرني عن الأحباب ما فعلوا، فقالت لي أناخ القوم أياما وقد رحلوا، فقلت وأين أطلبهم وأي منازل نزلوا. سألت الدار تخبرني عن الأحباب ما فعلوا، فقالت لي أناخ القوم أياما عباد الله نحن مقبلون على شهر كريم مبارك، شهر رمضان المبارك، شهر التقوى وشهر الصالحين وشهر الإحسان وشهر الصيام وشهر القيام وشهر القرآن وشهر التوبة وشهر الدعاء وشهر العمرة وشهر الاستغفار. نحن مقبلون على شهر رمضان وهو شهر الصيام، والصيام مدرسة لتقوى الله عز وجل، كما قال تعالى الحمد لله الذي رضي عن عباده باليسير من العمل، تجاوز لهم عن الكثير من الزلل، فرض عليهم النعمة وكتب على نفسه الرحمة، وضمن الكتاب الذي كتبه أن رحمته سبقت غضبه، دعا عباده إلى دار السلام، فعمهم بالدعوة حجة منه عليهم عدلا، وخص بالهداية والتوفيق من شاء نعمة ومنة وفضلا، فهذا عدله وحكمته، وهو العزيز الحكيم، وذلك فضله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته، ومن لا غنى به طرفة عين عن فضله ورحمته، ولا مطمع له في الفوز بالجنة والنجاة من النار إلا بعفوه ومغفرته. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، أرسله رحمة للعالمين وقدوة للعاملين ومحجة للسالكين وحجة على العباد أجمعين، وقد ترك أمته على الواضحة الغراء والمحجة البيضاء،
وسلك أصحابه وأتباعه على أثره إلى جنات النعيم، وعدل الراغبون عن هديه إلى صراط الجحيم، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، وإن الله لسميع عليم. فصلى الله ملائكته وجميع عباده المؤمنين عليه كما وحد الله عز وجل وعرفنا به ودعا إليه وسلم تسليما. ثم أما بعد، في الواقع أنا متعود أن أتكلم بعد أخي الحبيب الشيخ أحمد الشريف، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال: قدموا قريش ولا تقدموها، وقال إمام قريش. فأنا لي رجاء أن يبدأ الشيخ أحمد ثم أتكلم بعده. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله، ومن الذكر إقامة السنة، ومن الذكر تربية الأمة، ومن الذكر تعليم العلم، ومن الذكر اتباع السلف. وما فعله شيخنا هو درس عملي تربوي لي ولنفسي ولإخواني، جزاه الله عنا خيرا، فعلى أيديهم تعلمنا ومنهم نهلنا وما زلنا نتربى. وكم أثر بكاء عبد الوهاب الأنماري في أبي الفرج بن الجوزي أكثر مما تعلم منه. ونحن بين يدي ضيف كريم وشيخ حبيب، وهو فضيلة الشيخ الدكتور الوالد أحمد فريد حفظه الله تعالى ورفع الله قدره في الدارين، أيضا بين يدي ضيف نحن نشتاق إليه، تحن إليه أفئدة المؤمنين، وتشتاق إليه القلوب، وتنتظره بالدعوات. فكان من هدي السلف أنهم يدعون الله سبحانه وتعالى 6 أشهر أن يبلغهم رمضان. وقد سمعنا في هذه المقدمة الجامعة المباركة جعلها الله عز وجل في موازين من جمعها، هذه الفضائل والخصائص والآيات والأحاديث في فضل شهر رمضان. فشهر رمضان هو شهر القرآن، وهي فرصة وغنيمة، وشهر رمضان هو شهر الصالحين، وشهر رمضان هو شهر الصيام والقيام، وشهر رمضان هو شهر التقوى لعلكم تتقون، وشهر رمضان هو شهر الذكر والشكر، وهو شهر الصبر، وشهر رمضان شهر المغفرة، وهو شهر العتق من النيران، وشهر رمضان أيضا هو شهر للإحسان، هو شهر الإحسان إلى الخلق والارتقاء في المنازل وفي الدرجات، وشهر رمضان هو شهر الإيمان، وهو من تمام أركان الإسلام، هو شهر تعظم فيه البركة، تسحروا فإن في السحور بركة، وتستغفر الملائكة للصائمين، وفيه دعوة مجابة للصائم حتى يفطر، وهو شهر لله عز وجل، في كل ليلة عتقاء من النار، وفيه ليلة خير من 1000 شهر. وشهر رمضان هو شهر غفر الله عز وجل فيه لأوليائه، واستجاب الله عز وجل الدعوات، وأقال الله العثرات، وغفر الله الزلات، ورفع الله عز وجل الزلات، وستر الله عز وجل فيه العورات، وفيه الإطعام من فطر صائما في هذا الشهر الكريم. فيه من الوصايا والنصائح، والوصية مبذولة بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة. وكذلك الموعظة كما في حديث العرباض بن سارية: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة بليغة. بين يدي الشهر التوبة من الذنوب، فإن الله سبحانه وتعالى قد بشر خلقه فقال في كتابه: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم
لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم، فيه العفو حتى ننال هذه الدرجة، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فإن من دعوات الصائمين في الليلة المباركة: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. فيه صلة الأرحام والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، ومن أراد أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. فيه كظم الغيظ والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فيه أن تنطق إني صائم حتى تتذكر وتذكر من أمامك، وأن تمسك لسانك. فيه صيانة اللسان عن الولوج في الأعراض. قال الرحيم الرحمن: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وقال الله جل وعلا: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. شهر رمضان هو مدرسة لإعداد الرجال والقادة، وأيضا هو باب للجنة، فباب الريان هو باب للصائمين، وتتزين الجنة وتفتح فيه أبواب الجنة، وتغلق فيه أبواب النيران، وتصفط فيه الجن ومرضة الشيطان، وينادى: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. حول هذه المعاني الكريمة وحول هذه الآيات والأحاديث كان هذا الحديث في المسجد الشرقي، ليكون هذا إشراق لاستقبال هذا الشهر مع شيخنا الحبيب، يستحث النفوس كما استحثها مرارا في كتاب الثمرات الزكية، وفي كتاب البحر الرائق، وفي كتاب التقوى، وفي تزكية النفوس، وفيه دلالة على الخير، وفيه بيان للفضائل، وفيه نبذ من حياة السلف ونتفا من أفعالهم، مع شيخنا ووالدنا، مع شيخنا المفضل فضيلة الشيخ الوالد الدكتور أحمد فريد. أهلا ومرحبا، حللت أهلا ونزلت سهلا. نشهد الله على حبك، ونسأل الله عز وجل أن ينير لك دربك، وأن يغفر ذنبك، وأن يرفع قدرك. فليتفضل مشكورا مأجورا محفوفا بالترحيب والمحبة والمودة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. أرحب الأخوة الحضور والأخوات الحضرات، كان في أخوات، وأسأل الله تعالى أن يجعل هذا اللقاء في ميزان الحسنات، وأن يكون عونا على طاعة الله عز وجل. فمن فضل الله عز وجل على العبد أن يوفق للزمان الشريف أو المكان الشريف، أن يمد في أجره حتى يدرك موسما من مواسم المغفرة والرحمة، أو يوفق للمكان الشريف، يجد نفسه في مكة، الناس في الأنصار يحاسبون بالأحاد، وهو يحاسب بمئات الآلاف في كل صلاة، فهذا من فضل الله عز وجل على العبد. أو يوفق للزمان الشريف في المكان الشريف فيتضاعف الأجر. يا من طالت غيبته عنا قد قربت أيام المصالحة، يا من دامت خسارته قد أقبلت أيام التجارة الرابحة، من لم يربح في هذا الشهر ففي أي وقت يربح، من لم يقرب فيه من مولاه فهو على بعده لا يبرح. عباد الله، سوف تهب على القلوب نفحة من نفحات نسيم القرب، ويسعى سمسار المواعظ للمهجورين في الصلح، وتصل البشارة للمذنبين بالعفو، وللمنقطعين بالوصل، وللمستوجبين النار بالعتق. إذا سلسل الشيطان في شهر رمضان، وخمدت نيران الشهوات بالصيام، انعزل سلطان الهوى، وصارت الدولة لحاكم العقل بالعدل، فلم يبق للعاصي عذر. يا غيوم الغفلة عن القلوب تخشعي، يا شموس التقوى والإيمان اطلعي، يا صحائف أعمال الصائمين ارتفعي، يا عيون المجتهدين لا تهجعي، يا أقدام المتهجرين اسجدي لربك واركعي، يا ذنوب التائبين لا ترجعي،
يا أرض الهوى ابلعي ماءك، ويا سماء النفوس أقلعي، يا همم العارفين ارتعي، يا قلوب المحبين بغير الله لا تقنعي. قد مدت في شهر رمضان موائد الإنعام للصوام، فما منكم إلا من دعي. يا قومنا أجيبوا داعي الله، فطوبى لمن أجاب فأصاب، وويل لمن صد عن الباب وما دعي. فنحن نوه لشرف الشهر قبل أن يهل علينا الشهر، لعل العبد الذي لا يعرف قدره ونزل به الشهر الكريم ثم انسلخ ولم يغفر له يندم حين لا ينفع الندم، ويطلب الاستدراك في وقت العدم. أتترك من تحب وأنت جار، وتطلبهم وقد بعد المزار، وتبكي بعد نائهم اشتياقا، وتسأل في المنازل أين صاروا، تركت سؤالهم وهم حضور، وترجو أن تخبرك الديار، فنفسك لم ولا تلم المطايا، ومتكمدا فليس لك اعتذار. وكم من أناس عباد الله كانوا يعني معنا وقد فقدناهم مع دخول هذه الأيام الطيبة المباركة. سألت الدار تخبرني عن الأحباب ما فعلوا، فقالت لي أناخ القوم أياما وقد رحلوا، فقلت وأين أطلبهم وأي منازل نزلوا. سألت الدار تخبرني عن الأحباب ما فعلوا، فقالت لي أناخ القوم أياما وقد رحلوا، فقلت فأين أطلبهم وأي منازل نزلوا، فقالت بالقبور وقد لقوا والله ما فعلوا، أناس غرهم أمل فبادرهم به الأجل، فنوا وبقى على الأيام ما قالوا وما فعلوا، وأثبت في صحائفهم قبيح الفعل والزلل، نداما في قبورهم وما يغني وقد حصلوا. أين من كانت الألسن تهذي بهم لتهذي بهم، وصارت فلك الاختبار تجري بهم لتجري بهم، أقامت قيامتهم منادي الرحيل، فصاروا في القبور وحدانا لا أنيس لغريبهم. أين أهل الوداد الصافي في التصافي، أين الفصيح الذي إذا شاء أنشأ في القول الصافي، أين قصورهم التي تضمنتها مدايح الشعراء، صار ذكر القوي في القوافي. لقد نادى الموت أصحاب العوافي والقصور العوافي الطوافي. عباد الله، نحن مقبلون على شهر كريم مبارك، شهر رمضان المبارك، شهر التقوى وشهر الصالحين وشهر الإحسان وشهر الصيام وشهر القيام وشهر القرآن وشهر التوبة وشهر الدعاء وشهر العمرة وشهر الاستغفار. نحن مقبلون على شهر رمضان وهو شهر الصيام، والصيام مدرسة لتقوى الله عز وجل، كما قال تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والترجي في كلام الله عز وجل أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم على القطع على عادة الملوك، فإذا قال لعلكم تتقون فأنتم تصلون قطعا إلى تقوى الله عز وجل إذا صمتم كما أمر الله عز وجل. وإذا قال وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فأنتم ترحمون قطعا إذا استمعتم وأنصتم إلى كلام الله عز وجل.
وإذا قال واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون فأنتم تفلحون قطعا عند كثرة ذكر الله عز وجل. فهم الصحابة ذلك عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. والصحابة عرب يفهمون لغة العرب فقالوا حجة الوداع، وتأكدوا أكثر عندما استشهدهم النبي صلى الله عليه وسلم على أنفسهم وقال اللهم هل بلغت اللهم اشهد، كان يرفع إصبعه الشريف إلى السماء ثم ينكسه إلى الناس ويقول اللهم اشهد اللهم اشهد، ونحن نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله عز وجل به الغمة، فجزاه الله عنا خير ما جزى نبيا عن أمته. رمضان شهر التقوى لأن الصيام هو إمساك المكلف بالنية عن الطعام والشراب والشهوة من الفجر إلى غروب الشمس. وقالوا في تعريف التقوى هي ترك ما تهوى لما تخشى، هي أن تترك ما تهوى لما تخشى، فرمضان هو شهر التقوى. أيضا قالوا في تعريف التقوى التقوى هي علم القلب بقرب الرب، والصائم لولا أنه يعلم قرب الله عز وجل منه واطلاع الله عز وجل عليه لانتهك حرمة الصيام، فالصيام يدرب على المراقبة، فقد تخلو ولو للحظات فتنتهك حرمة الصيام، فلولا أنك تعلم أن الله يراك حيثما كنت فلانتهكت حرمة الصيام، فهو تدريب على تقوى الله عز وجل. النبي صلى الله عليه وسلم طلب منه أحد الصحابة الكرام أن ينصحه فقال عليك بالصيام فإنه لا عدل له، أي لا مثل له، ليس هناك شيء يعدله. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام يوما في سبيل الله جعل الله بين النار خندقا كما بين السماء والأرض، هذا في التطوع، فكيف بالفريضة؟ وقال الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة، يقول الصيام أي ربي منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال النبي صلى الله عليه وسلم فيشفعان. فالصيام يشفع للعبد يوم القيامة، والصيام الذي يشفع ليس هو مجرد يعني ترك الطعام والشراب كما يقولون أهون الصيام ترك الشراب والطعام، ولكن الصيام الذي يشفع هو أن تصوم، أما سوى الله عز وجل أهل الخصوص من الصوام صومهم صون اللسان عن البهتان والكذب، والعارفون وأهل الأنس صومهم صون القلوب عن الأغيار والحجب. من صام في الدنيا عن شهواته أدركها غدا بعد وفاته، ومن تعجل ما حرم عليه من لذاته عوقب بحرمانه في الآخرة وفواته. أنت في دار شتات فتأهب لشتاتك، واجعل الدنيا كيوم صمته عن شهواتك، واجعل الفطر عند الله في يوم وفاتك. فالصائمون طبقتان، من ناس من يصوم عن الطعام والشراب والشهوة فله في الجنة ما شاء الله من طعام وشراب وحور عين، كما قيل في قوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، قيل نزلت في الصائمين. ومن صام عما سوى الله فعيده يوم لقاء. فنقول الصيام الذي يشفع هو الذي يصوم العبد فيه جوارحه، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، أي الذي يترك الطعام والشراب وما حرم في غير نهار رمضان وهو ما يزال يقول الزور ويعمل بالزور، فهذا لم يفهم المقصود من الصيام، فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. وقال جابر رضي الله عنه إذا صمت فليصم سمعك وبصرك ولسانك ودع أذى الجار، وليكن عليك سكينة ووقار، ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء. فالصيام هو بالأولى الصيام عن المعاصي كلها، والصيام عن أعمال الجوارح المخالفة لشرع الله عز وجل. وكان السلف إذا صاموا جلسوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا
ولا نغتاب أحدا، نحفظ صومنا ولا نغتاب أحدا. فهذا الصيام الذي يوصل إلى تقوى الله عز وجل لعلكم تتقون. شهر رمضان ليس شهر الصيام فحسب، بل هو شهر الصيام وشهر القيام، ورتب النبي صلى الله عليه وسلم على القيام ما رتب على الصيام، فقال: من صام رمضان إيمانا أي بحق فرضيته، واحتسابا أي انتظارا للأجل عند الله عز وجل، غير مستثقل لصيامه ولا مستطيل لأيامه، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقيام الليل من أسباب الدرجات، طعام الطعام وإفشاء السلام والصلاة بالليل والناس نيام، وقيام الليل دأب الصالحين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، ومقربة إلى ربكم، ومنهاة عن الإثم، ومطردة للداء عن الجسد. فمنع القرآن بوعده ووعيده مقل العيون بليلها لا تهجعوا، فهموا عن الملك الجليل كلامه فهما تذل له الرقاب وتخضع، إذا ما الليل أقبل كابدوه، فيسفر عنهم وهم ركوع، أطار الخوف نومهم فقاموا، وأهل الأمن في الدنيا رجوع. الله عز وجل وصف المؤمن فقال: أمن هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحضر الآخرة ويرجو رحمة ربه. وقال عز وجل: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون أي ينامون، وبالأسحار هم يستغفرون. قال بعض السلف: ما مرت عليهم ليلة إلا وأخذوا منها شيئا. وقال بعضهم: ما ناموا ليلة حتى الصباح. فنحن قطعا لسنا من الصالحين، ولكننا نتدرب في شهر رمضان على دأب الصالحين، ومن دأب الصالحين قيام الليل، قيام الليل. وقال عز وجل: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فكما أخفوا العمل وقاموا يستترون بجنح الظلام، يتملقون ربهم عز وجل ويصلون لله عز وجل، أخفى الله عز وجل لهم الأجر، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. فشهر رمضان هو شهر القيام، نتضرر فيه جميعا على قيام الليل، لعل الشهر ينسلخ ونحن من أهل القيام، لأن الصالحين يقومون السنة كلها، ولكن نحن نجتهد يعني في رمضان، لعل الشهر ينسلخ فنصير من الصالحين. إحنا من الذين خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا، وعسى الله أن يتوب عليهم. وقال ابن عباس: عسى من الله واجب. فليس معنى ذلك أننا يعني هالكون، لأن عسى من الله واجب. فنسأل الله عز وجل أن يرحمنا وأن يتقبلنا وأن يدخلنا في الصالحين. فشهر رمضان هو شهر القيام، شهر رمضان هو شهر القرآن، له خصوصية بالقرآن. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، له خصوصية بالقرآن. وإما أن القرآن نزل كله في رمضان كما قال ابن عباس إلى سماء الدنيا، ثم نزل منجما على قلب نبينا محمد صلى الله عليه وسلم على مدى سنين البعثة، أو أن القرآن ابتدأ نزوله في رمضان، والآية من القرآن تسمى قرآن، والقرآن كله يسمى قرآن. فشهر رمضان هو شهر القرآن وشهر الانشغال بالقرآن. فالمسلم في رمضان شغله شغل القرآن، يقرأ القرآن ويقوم بالقرآن ويراجع القرآن ويحفظ القرآن ويدرس القرآن. وكان السلف إذا دخل رمضان تركوا الحديث ومجلسة أهل العلم وأقبلوا على قراءة القرآن من المصحف. فيستحب المسلم أن يكون له ختمات يعني في رمضان، استحب بعض السلف أن يختم أو أجازوا أن يختم في أقل من ثلاث يعني في رمضان. والتقرب بالقرآن أعظم أنواع القرب، ما فيش عمل صالح
ترتب عليه من الثواب ما ترتب على القرآن، كما قال خباب بن الأرت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم: الرجل تقرب إلى الله ما استطعت، واعلم أنك لن تتقرب إليه بشيء أحب إليه من كلامه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنكم تؤجرون عليه، الحرف بحسنة والحسنة بعشر أمثالها. أما إني لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف عشر ولام عشر وميم عشر، فكل حرف في القرآن بعشر حسنات. هل في عمل صالح ترتب عليه من الثواب ما يترتب على القرآن؟ وسوف ترى حين ينجلي الغبار أفرس تحتك أم حمار. وإذا كشف ستار يوم القيامة عن ثواب الأعمال يتحصر ناس وهم كثير يقولون: ما كان شيء أيسر علينا من ذكر الله عز وجل. سنحرك لسانه بالذكر، وأفضل الذكر هو القرآن، أفضل الذكر، أنه كلام الملك العلام وكلام الملوك ملوك الكلام، قرآن عظيم، لأن الله جل وعلا الذي تكلم به، لعظمة من تكلم به، ولعظمة من نزل به جبريل الأمين، ولعظمة من نزل عليه سيد الأولين والآخرين، ولعظمة الشهر الذي نزل فيه شهر رمضان، ولعظمة الليلة التي نزل فيها ليلة القدر، ولعظمة الأمة التي نزل إليها: كنتم خير أمة أخرجت للناس، ولعظمة اللغة التي نزل بها: لغة العربية، لغة أهل الجنة، ولعظمة المكان الذي نزل فيه في مكة أو في المدينة. فالقرآن عظيم يعني بكل يعني أسباب العظمة، والله عز وجل أقسم قسما عظيما فقال: فلا أقسم بمواقع النجوم، وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون. وقال: ولو أن قرآنا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى، بل لله الأمر جميع. أي لو أن قرآن هذه صفته لكان هذا القرآن قطع الأرض ويسير الجبال ويكلم الموتى، لو أن قرآن له هيمنة وله سلطان وله قدرة بهذه الطريقة لكان هذا القرآن. وقال: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، جبل الأصم، لو نزل عليه القرآن وفهم معناه وتدبره لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وقال: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فرمضان هو شهر القرآن، فينبغي أن ننشغل في رمضان بالقرآن. رمضان هو شهر التوبة، وكثير من البعيدين عن شرع الله عز وجل كانت بدايتهم في رمضان، وكيف لا تكون كذلك، والشهر الذي تفتح فيه أبواب الجنان فلا يغلق منها باب، وتغلق فيه أبواب النيران فلا يفتح منها باب، وتصفد فيه الشياطين، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فمن لم يتمكن من قهر نفسه ومن التوبة إلى الله عز وجل من ذنوبه في شهر رمضان، كيف يستطيع أن يقهر نفسه؟ والتوبة هي وظيفة العمر. لا تظنون أننا لا نحتاج إلى توبة، بل أخبر الله عز وجل عن توبته على النبي صلى الله عليه وسلم والمهاجرين والأنصار في ساعة العسرة. قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. فرمضان هو شهر التوبة، كل منا يعرف نفسه ويعرف عيوبه ويعرف ذنوبه. منا من هو مبتلى بإطلاق البصر، منا من هو مبتلى بفضول الكلام أو بأفات اللسان، ومنا من هو مبتلى بالتساهل في الرزق والأكل من الحرام والشبهات. فينبغي أن يكون رمضان هو شهر التوبة. وقد ذكرنا الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. رمضان هو شهر الدعاء، لأن في رواية الحديث في صحيح مسلم: إذا دخل رمضان فتحت أبواب السماء، وفي رواية: فتحت أبواب الرحمة. فهو أيضا شهر الدعاء، ولذلك ذكر الله عز وجل الدعاء في وسط آيات الصيام. قال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون.
والعباد يستجيبون لله عز وجل في رمضان، فهم على رجاء أن يستجيب الله عز وجل لهم. والدعاء هو العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فشهر رمضان هو شهر الدعاء وإنزال الحوائج لله عز وجل. شهر رمضان هو شهر المغفرة، وكثرت في شهر رمضان أسباب المغفرة. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. والنبي صلى الله عليه وسلم صعد درجة من المنبر فقال أمين، وصعد الثانية فقال أمين، وصعد الثالثة فقال أمين. فسئل عن قوله أمين فقال بأنه جبريل قال له: رغم أنف رجل أدرك أبويه عنده الكبر أو أحدهما فلم يدخله الجنة، قل آمين. قال: فقلت آمين. قال: رغم أنف رجل ذكرت عنده فلم يصلي عليك، قل آمين. قال: فقلت آمين. قال: رغم أنف رجل، رغم يعني ألصق بالرغام اللي هو التراب، دعاء عليه بالذل. رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ فلم يغفر له. قال: قل آمين. قال: فقلت آمين. فقيمة شهر رمضان إنها فرصة للمغفرة. وهل في أعمالنا موسم آخر من مواسم المغفرة لو أدركنا هذا الموسم؟ فينبغي المؤمن يعني أن يصوم صيام مودع، وأن يقوم قيام مودع، وأن يعبد الله عز وجل عبادة مودع، لأنه لا يدري متى يفارق يعني هذه الدنيا. فشهر رمضان هو شهر المغفرة، شهر الاستغفار. أيضا شهر رمضان هو شهر الإحسان، الإحسان في العبادة، والإحسان إلى الخلق بإطعام الطعام، والإحسان إلى الخلق بالصدقة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ابن عباس أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان. أعطى رجل غنما بين جبلين، فذهب إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. فكان أجود الناس على الدوام، ومع ذلك كان يزداد جود في رمضان، فهو أجود بالخير من الريح المرسلة التي تأتي بالغيث العام فلا تفرق بين أرض محتاجة وغير محتاجة. فشهر رمضان هو شهر الصدقة. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الصدقة قال: صدقة في رمضان. والصدقة في رمضان لها موقع، لأن كثير من الناس يعملون أعمال شاقة، وشهر رمضان شهر عبادة، فإذا يعني أعطيناهم استغنوا عن هذه الأعمال وتفرغوا للعبادة والطاعة. ومن جهز غازيا فقد غزا. والنبي صلى الله عليه وسلم تخلق بأخلاق ربه عز وجل، فالله عز وجل يجود على الناس طوال العام بالخير وبالبركة وبالرزق، ويزداد جوده في رمضان. ورسوله صلى الله عليه وسلم يعني كان أجود الناس ويزداد جوده في رمضان، فينبغي المسلم أيضا أن يزداد جوده في رمضان. الصدقة ليست خاصة بالأغنياء، ولكن كل واحد على قدره. فإذا كان غني يتبرع بمئات الآلاف، فهو لو تورع يعني بجنيهات يعني معدودة بحسب حاله وبحسب يعني إمكاناته. ولكن أنا أظن أن الصدقة خاصة بالأغنياء. كان الصحابة الواحد منهم يعمل فيكسب يعني كفا من طعام فيتصدق به. فنقول ينبغي أن ألا نحرم أنفسنا من أبواب الخير حتى نكون من أهل هذا الخير. فإذا نودي يوم القيامة: أين أهل القيام؟ أين أهل الصيام؟ أين أهل الصدقة؟ فنقوم يعني معهم. رمضان أيضا هو شهر العمرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة، وفي رواية: حجة معي. شرف الزمان وشرف المكان، بتصل العمرة في رمضان لحجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. شهر رمضان هو أنا بشبهه بمدرسة أو مركز تدريب يدخل فيه الصغار والكبار والرجال والنساء والحر والعبد، يتدربون على طاعة الله عز وجل، وكوسيلة تربوية أن الإنسان يعني لا يترك نفسه فرصة للمعصية. فرمضان يشغل الإنسان بالطاعة، فهو بالنهار صائم وبالليل قائم، وفي الأوقات بين الصلوات وبين العبادات هو مشغول بالقرآن ومشغول بالدعاء ومشغول بالاستغفار. إذا كان لا يقوم إلى صلاة الفجر فبيتعود أنه يقوم قبل الفجر، لأن السنة في السحور تأخير السحور.
وكان يعني كما قال زيد بن ثابت تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له كم كان بين السحور والصلاة؟ قال قدر ما يقرأ رجل 50 آية. وانظروا إلى الحسابات الصحابة لأن الأوقات مستغرقة بالعبادات والطاعات فيقدر الوقت بعدد الآيات التي تقرأ. فنقول إن ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تسحروا فإن في السحور السحور له الوجبة السحور أو في السحور بركة. فالإنسان الذي يتعود أن يقوم قبل الفجر عليه يداوم على ذلك على هذا القيام في هذا الوقت الشريف وقت النزول الإلهي، وأيضا لعله يدعو دعوة يعني صالحة في هذا الوقت. فمن السنة تعجيل الفطر وتأخير السحور. فهنيئا للمسلمين هذا الشهر المبارك، نسأل الله تعالى أن يهل علينا وعلى المسلمين بالخير والبركة وبالنصر. رمضان شهر الجهاد، والمسلمون انتصروا أعظم انتصارين في الإسلام في رمضان. غزوة بدر الكبرى كانت في رمضان في السنة الثانية، وفتح مكة كان في رمضان في السنة الثامنة. فرمضان يعني دائما الله عز وجل يعودنا يعني فيه الانتصارات. فنسأل الله تعالى أن ينصر إخواننا في سوريا أهل السنة والجماعة على روافض القبثاء والنصيرية، وأن ينصر أهل السنة أيضا في اليمن على الحوثيين، وأيضا في العراق على الشيعة، وأن ينصر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين. فنسأل الله تعالى أن يقر أعيننا في هذا الشهر الكريم القادم علينا بعز الإسلام والمسلمين، ونسأله تعالى أن يفرج هم المهمومين، وأن يفرج كرب المكروبين، وأن يفك أسر الإخوة المأسورين سواء في سجون مصر أو في سجون اليهود أو في سجون العراق أو في سوريا أو في اليمن أو في أي مكان. نسأل الله تعالى أن يفرج عنهم وأن يردهم إلى بيوتهم سالمين غانمين. أقول قبلي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسلم. جزا الله خيرا فضيلة الشيخ الدكتور أحمد فريد على هذه الكلمات الجامعة والجمل النافعة والمحاضرة الماتعة التي طوف فيها بين آيات القرآن الكريم وأدلة السنة وأثار السلف في بيان شهر المغفرة وشهر الإحسان وشهر التوبة، وفي بيان شهر القرآن، وفي بيان شهر الجهاد، وهو أيضا شهر الخيرية، وهو سبيل لخيرية هذه الأمة، لا زال الناس بخير ما عجلوا الفطر، هو شهر للبركة، تسحروا فإن في السحور بركة. وهناك بعض الأسئلة من باب اغتنام الفرصة، وأيضا الشيخ كان يتكلم الآن وهو يتكلم أنه ربما يكون هذا هو الشهر الأخير، فصن صوم مودع وصلي صلاة مودع. وكان من بيننا ومن إخواننا من يعيشون معنا قبل ذلك من أبناء الدعوة بل من شيوخها، فمن الشيوخ جاء رمضان وكان الشيخ ابن باز والشيخ الألباني والشيخ العثيمين والشيخ صفوت نور الدين، وهؤلاء كانوا أحياء. ومن إخواننا كان الشيخ هيثم توفيق والشيخ حسين ثابت وغيرهم من إخواننا، ومن شباب هذه القرية من أئمة هذا المسجد أخونا الشيخ محارب ناجي والشيخ علي عبد الدايم وغيرهم من إخواننا. فحري بنا أن نغتنم الفرصة وأن نستعد للرحيل، فإن الموت يأتي بغتة ولا يستأذن، وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. فاغتناما لهذه الفرصة أيضا الفرصة العافية، فكثير من الناس مرضى لا يستطيعون الصيام. أحد إخوانكم من مسؤولي الدعوة في محافظة سوهاج قد ابتلي بمرض السرطان ودخل في غيبوبة. أيضا أول أمس أخونا حسام الحمامي ربما يكون موجود شقيق الدكتور، وهو دكتور يعالج الناس وأثناء المعالجة دخل في غيبوبة، نسأل الله له الشفاء والعافية. وأرسل لي رسالة يواسي نفسه اليوم أنهم يقولون له هناك بصيص من الأمل، قال وأنا أعيش على هذا البصيص. فأنتم ما زلتم في النعمة، ما زلتم في الحياة، ما زلتم في العافية،
نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ما زلنا في المساجد، ذكر الشيخ الحوثية وسوريا واليمن، هناك بلدان من بلاد الإسلام لا تقام فيها الجمعة ولا الجماعات ولا الأعياد، لا يجدون مسجدا ولا مأوى ولا بيت. فاحمدوا الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة المباركة. وقبل أن نعرض بعض الأسئلة على شيخنا، نستمع إلى آيات من القرآن الكريم، ونحن في انتظار وصول شيخنا فضيلة الشيخ شريف الهواري، قادم في الطريق للسلام على الشيخ، وأيضا لتوديع هذه الأيام لاستقبال شهر رمضان. فنستمع إلى الآيات ثم بعد ذلك إلى بعض الأسئلة مع شيخنا الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أن تقول نفس يا حسرة على ما فرطت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين. أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. بلى قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين. ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة، أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. وينجي الله الذين اتقوا بمفازتهم لا يمسهم السوء ولا هم يحزنون. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. نعم، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وقال سبحانه: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. ذكر شيخنا أن رمضان شهر التوبة، هو شهر المغفرة،
وذكر منها من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، وذكر منها من قام رمضان إيمانا واحتسابا، وذكر منها من قام ليلة القدر، وفي الحديث رمضان إلى رمضان. شيخنا الحبيب، حتى نحصل على هذه المغفرة التي هي ثواب عظيم وفضل كبير، كيف لنا أن نصل إلى المغفرة، وما هي الأبواب التي تبلغ العبد إلى هذا السبيل؟ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. المغفرة هي ستر الذنوب مع محو عقوبتها، والاستغفار طبعا سبب من أسباب المغفرة، وهناك أسباب أخرى منها ما ذكر يعني في المحاضرة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال في حديث أنس في الترمذي: يا ابن آدم لك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء، عنان السماء يعني ما عنا منها أو ما ظهر منها، ثم استغفرتني لغفرت لك. يا ابن آدم لو أتيتني بخراب الأرض خطايا ثم لقيتني لتشرك بي شيئا لأتيتك بخرابها مغفرة. فنحن نتكلم عن أسباب المغفرة في رمضان. الصيام إيمانا واحتسابا، قلنا إيمانا أي بحق فرضياتي، واحتسابا أي انتظارا للأجر عند الله عز وجل. والقيام إيمانا واحتسابا، يعني قيام كل ليالي رمضان، يحرص المسلم يقوم كل ليلة من رمضان. طبعا بعض الناس لما بيقولوا بكرة رمضان بيتهاونوا في أول ليلة، يقولوا نبدأ، يعني يظنون أن رمضان بيبدأ باليوم، وبيبدأ بالليلة، يعني مجرد يعني غروب يعني شمس شهر، غروب شمس شهر شعبان أو ظهور هلال رمضان يدخل الشهر، فتبقى هذه الليلة الأولى من ليالي رمضان، فيبدأ بالليلة، فلا تضيع هذه الليلة الأولى. الأمر الثاني، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى مع إمام حتى يفرغ كتب له قيام ليلة. بعض الناس بيصلي مع إمام وبعدين يجي في عما يجي يوتر الإمام يترك المسجد ويقول إن أنا هكمل في البيت، أو صلي معه حتى يفرغ، فإذا أوتر اشفع هذا الوتر، أو يصلي ثلاثة خليهم أربعة، يصلي واحدة خليها اثنين، بحيث إن أنت لا تفوت ما تفوتش أي فرصة حتى تكون من أهل القيام، فصلي معه حتى يفرغ وتشفع هذا الوتر، أن لا وتران في ليلة، وتكمل يعني في تهجد مع إمام آخر، تكمل في بيتك، وتجعل آخر صلاتك وترا، تؤجل وتر لآخر الليل، دايما خلي الوتر قبل الفجر، بحيث أن قد تنشط للعبادة، قد تكون في بداية الليل يعني متعب، ولكن تستريح شوية تستطيع أن تقوم مرة ثانية، فخلي دائما الوتر قبل الفجر. فنحرص أن احنا كل ليلة في رمضان نحن نقوم يعني هذه الليلة حتى ندخل في الحديث. الفرصة الثالثة اللي هي فرصة من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وفر له ما تقدم من ذنبه. فتحري ليلة القدر بالاعتكاف، والذي لا يستطيع أن يعتكف اعتكافا كاملا لظروف شغله مثلا، نقول له اعتكف ليالي منفردة، ادخل كل يوم من ليالي العشر الأواخر قبل المغرب واخرج بعد الفجر تحريا لليلة القدر، بحيث انك تقوم العشر ليالي، يعني تدرك بإذن الله تعالى قيام ليلة القدر، وتدرك ثواب قيام هذه الليلة. ليلة القدر خير، ما قالش تساوي، قال خير من ألف شهر. في بلغات الإمام مالك قال: بلغنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أري أعمار الأمم قبله أو ما شاء الله من ذلك، فكأنه تقاصر أعمار أمته، أعمار أمته بين 60 و70 أقلهم من يجوز ذلك. والأمم السابقة عارفين نوح عليه السلام قعد 950 سنة، ده عمر الدعوة مش عمر نوح عليه السلام، فكأنه تقاصر أعمار أمته، خشي ألا تدرك يعني في هذه الأعمار القصيرة يعني ثواب الأمم السابقة مع طول أعمارها، فأعطي كل سنة ليلة القدر خير من ألف شهر. كم سنة؟ أكثر من 83 سنة مش كده، ولا 86؟ 83 سنة، يعني تقوم ليلة كأنك قمت 83 سنة، زي ما تصلي مرة
في الحرم المكي زي 100,000 ثواب 100,000 صلاة، ده فضل ربنا عز وجل. يعني صور أنت لو صليت العشاء 100,000 مرة تقعد تصلي قد إيه؟ فالله عز وجل يعطيك في صلاة في الحرم 100,000 صلاة، فضل من الله عز وجل. فالمؤمن يعني يغتنم الخير، ربنا عز وجل فضله واسع، يعني لا يضيق بكثرة المتعبدين ولا ويحب أن يتفضل على عباده وأن يكرم عباده. فينبغي ألا نبخل على أنفسنا يعني بالاجتهاد في الطاعات والعبادات في هذا الشهر المبارك. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. وفي خاطرة عمر بن الخطاب يقول سمع يعني شابا أو شهد شابا سمع قوله عز وجل أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفلها، فقال هذا الشاب على قلوب أقفلها حتى يفتحها الله عز وجل، فأعجب يعني به يعني عمر رضي الله عنه. فلما استخلف عمر استعمل هذا الشاب. فيقول أن القرآن على قدر محبتك له وعلى قدر انشغالك به وعلى قدر تقواك لله عز وجل تفتح لك مغاليق القرآن ومعاني القرآن، فالقلوب عليها أقفال. فما هي هذه الأقفال؟ أقفال الغفلة. يعني احنا مش كل وقت نستشعر حلاوة القرآن أو مش بنفس المستوى. يعني واحد معتكف مثلا أو واحد في العمرة بيحس بالقرآن غير اللي هو مشغول بالدنيا أو مطموس في الشهوات أو بالشبهات. فنقول يعني بقدر إقبالنا على القرآن وقدر يعني طاعتنا لله عز وجل بتفتح لنا مغاليق يعني هذا القرآن. وذلك السلف يعني كانوا يسمعون القرآن بقلوب حاضرة. صلى ابن أبي أوفى قاضي البصرة بالناس في صلاة الفجر بصوت مدثر اللي سمعناه في صلاة العشاء، فلما بلغ قوله عز وجل فإذا نقر في الناقور فذلك يومئذ يوم عسير على الكافرين غير يسير أخذته شهقة فمات. فهكذا السلف كانوا يسمعون القرآن يعني تدبر القرآن وفهم معاني القرآن، وبقدر إيمان الإنسان يفتح له من معاني القرآن. فإن الله عز وجل قال أقيموا الصلاة وذكرتم
من قام رمضان إيمانا واحتسابا قياما. وفي الحديث من صلى الليل 40 يوما، وفي الحديث من صلى الصبح في جماعة ثم جلس، وفي الحديث حديث ابن عمر الذي صححه الألباني أفضل الصلاة عند الله صلاته الصبح في جماعة في يوم الجمعة. وهناك تلاوم في الفرائض وخاصة في صلاة الصبح في جماعة فضلا عن النوافل. فنريد منكم نصيحة وبيان لحال السلف في تعظيم قدر صلاة هذه العبادة التي حدث فيها تهاون عظيم، ثم نتساءل بعد ذلك أنها لا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المرسلين. ما في شك أن الصلاة هي أم العبادات السيدة الطاعات، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني كانت آخر وصيته الصلاة، الصلاة وما ملكت أيمانكم، أوصى بالصلاة وما ملكت يعني أيمانهم يعني العبيد. والصلاة في الجماعة، الإمام البخاري باب وجوب صلاة الجماعة، وقال حافظ ابن حجر جزم بالحكم على غير عادة البخاري، المسألة يعني مختلف فيها فبيريدها مورد احتمال، يقول هل تجب صلاة الجماعة مثلا، ولكن قال لقوة الدليل عنده إن معاه أدلة قوية. ابن القيم ذكر مش عارف 13 سبب أو دليل على وجوب صلاة الجماعة. واللي بيصلي الفجر في بيته نقول له هل تقوم نصف الليل؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال من صلى العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الفجر في جماعة فكأنما قام الليل كله. فهم فهموا أن مع صلاة العشاء يعني صلاة العشاء بنصف الليل وصلاة الفجر بنصف الليل أيضا من فضل الله عز وجل، زي قراءة قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. فالله عز وجل رتب يعني ثواب عظيم على أعمال يسيرة بفضله وكرمه. فنقول ينبغي أن نهتم بالصلاة لأن هذا أعظم ما نقوم به، واللي بيترك الصلاة أو اللي بيتهاون في الصلاة يعني يدل على استهتار بالدين ورقة في الإيمان. فنقول ينبغي الاهتمام بالصلاة وخاصة صلاة الجماعة، وخاصة يعني الصلاة التي أثقل على المنافقين صلاة العشاء وصلاة الفجر. الناس تخرج في ظلمة والمنافق بينشط عندما يراه الناس، ونفس صلى الله عليه وسلم قال بشر المشائين في الظلم المسجد يوم بالنور التام يوم القيامة، وقال إن قرآن الفجر كان مشهودا. قالوا صلاة الفجر أن الصلاة يشار لها بالقرآن ويشار لها بالركوع ويشار لها بالسجود. شهر الإحسان، ولذلك يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن سبه أحد أو قتله فليقل إني صائم إني صائم. فلا يسع المسلم في رمضان أن يدفع بالسيئة السيئة، وجزاء سيئة سيئة يعني مثلها، ولكن الصيام بيلزم المسلم بأخلاق المحسنين. يعني زي إبراهيم عليه السلام لما قال له أبوه لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا، قال سلام عليك. ويوسف عليه السلام قال لا تثريب عليكم اليوم يغفر الله لكم. فنقول إن قلب المحسن أو اللي بوصل لدرجة الإحسان بتسع يسعه إن هو يحسن لمن أساء إليه،
فاحنا في رمضان نتدرب على أخلاق الصالحين زي قيام الليل وغير ذلك من العبادات التي يعني هي يعني أداء بالصالحين، وأيضا نتدرب على أخلاق المحسنين الذين يدرؤون بالحسنة السيئة، الناس تسيء إليهم وهم يحسنون يعني إلى الناس، كما قال يعني بعض المعاصرين يعني تقريبا الشيخ حسن بنا: كونوا كالشجر يرمى بالحجر فيغذب الثمر، يعني الناس بترميه بالحجارة وينزل لهم الرطب وينزل لهم. فنقول إن إن المؤمن هكذا، يعني الناس تسيء إليه وهو يحسن يعني إلى الناس. فالإحسان إلى النفس، الإحسان يعني إلى الوالدين، واحد ما بيسألش عن والديه أو هم محتاجين مثلا أو هو في يسر وسعة من المال وهم فقراء ولا يحسن إليهم ولا ينفق عليهم. الإحسان إلى الزوجة، لأن دي طبعا أولى الناس بإحسانه لأنها الصاحب بالجنب. إحسان إلى أولاده، إحسان إلى جيرانه، إحسان إلى أرحامه. فهذا الشهر هو شهر الإحسان، كل وجوه الإحسان، بإطعام الطعام، بالهدايا، بالدعاء، بالصلة، بالبر. فنسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المحسنين. النية ليست قول القائل بلسانه نويت، ولكنها اتجاه يعني في القلب يجري مجرى الفتوح. والذي يغلب على قلبي محبة الله عز وجل والدار الآخرة تتيسر عليه النية الصالحة، أنه أساسا قلبه مليء بحب الله عز وجل، فيتيسر عليه أن يستحضر النية الصالحة في كل عمل صالح. أن العمل قد يكون صالحا يعني موافقا للشرع، ولكن لا يكون الباعث له زي اللي بيبني مسجد عشان هو مثلا هيرشح نفسه في مجلس الشعب، او ان هو يعني يريد ان يكتب عليه اسمه ويقول مسجد فلان، او يخرج للحج حتى يقال فلان خرج الحج هذا العام. فلا بد من ان يكون العمل صالحا موافقا للسنه. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك في عباده ربه احدا. فلا بد من النيه الصالحه. فاحنا بننوي صيام رمضان وننوي ان احنا نقوم ايضا من اول الشهر، وننوي الاجتهاد في طاعه الله عز وجل وترك المعاصي، بحيث ان احنا لو لم ندرك الشهر او لو ادركنا جزء من الشهر ناخذ ثواب العباده في الشهر كله. وذاك يعني فيه يعني قول نيه المرء خير من عمله. فنقول ان يعني النية أيضا تجارة العلماء، استحضار النيات، كم من عمل صغير تعظمه النية وكم من عمل كبير تصغره النية. ف يعني النية يعني عمل قلبي مش محتاج إلى جهد، ولكن يكون نتيجة لسلامة القلب. فالقلب مليء بالشهوات، مليء بالدنيا، تجد كل كلامه وتصرفاته عن الدنيا وعن الأموال وعن الشهوات. فنقول لابد من الاهتمام بالنيات في هذا الشهر الكريم حتى يتضاعف الأجر. ونسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم لقيام هذا الشهر وصيامه، وأن يتقبل منا ومنكم المسلمين العبادات في هذا الشهر الكريم.
وما ذاك إلا غيرة أن ينالها سوى كفئها، والرب بالخلق أعلم. وإن حجبت عنا بكل كريهة وحفت بما يؤذي النفوس ويؤلم، فلله ما في حشوها من مسرة وأصناف لذات بها يتنعم. ولله برد العيش بين خيامها وروضاتها، والثغر في الروض يبسم. ولله أبصارا ترى الله جهرة، فلا الضيم يغشاها ولا هي تسأم. فيا نظرة أهدت إلى الوجه نظرة، أمن بعدها يسلو المحب المتيم. ولله كم من خيرة إن تبسمت أضاء لها نور من الفجر أعظم. فيا لذة الأبصار إن هي أقبلت، ويا لذة الأسماع حين تكلم. ويا خجلة الغصن الرطيب إذا انثنت، ويا خجلة الفجرين حين تبسم. إذا قابلت جيش الهموم بوجهها تولى على أعقابه الجيش يهزم. فيا خاطب الحسناء إن كنت عازما، فهذا زمان المهر فهو المقدم. وكن مبغضا للخائنات لحبها، تحظى بها من دونهم وتنعم. وأقدم ولا تقنع بعيش منغص، فما فاز باللذات من ليس يقدم. وإن ضاقت الدنيا عليك بأسرها ولم يك فيها منزل لك يعلم، فحي على جنات عدن فإنها منازلنا الأولى وفيها المخيم. ولكننا سبي العدو فهل ترى، نعود إلى أوطاننا ونسلم. وحي على السوق الذي فيه يلتقل محبون ذاك السوق للقوم يعلم. فخذ ما شئت منه بلا ثمن له، فقد أسلف التجار فيه وأسلموا. وحي على واد هنالك أفيح، وتربته من أذفر المسك أعظم. منابر من نور هنالك وفضة، ومن خالص العقيان لا يتقسم. فبينا هم في عيشهم وسرورهم، وأرزاقهم تجري عليهم وتقسم. إذا هم بنور ساطع أشرقت له بروضاتها الجنات لا يتوهم. تجلى لهم رب السماوات جهرة، فيضحك فوق العرش ثم يكلم. سلام عليكم فيسمعون جميعهم بآذانهم تسليمه إذ يسلم. يقول سلوني ما اشتهيتم، فكلما تريدون عندي إنني أنا أكرم. قالوا جميعا نحن نسألك الرضا، فأنت الذي تولى الجميل وترحم. فيعطيهم هذا ويشهد جمعهم عليه تعالى الله، فالله أكرم. فيا بائعا هذا ببخس معجل، فيا بائعا هذا ببخس معجل، كأنك لا تدري بلى سوف تعلم. فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.